طول بقى اقعد اتفرج على الماتشات بتاع الدورات الرمضانيه. بدا يجمع جماعه اسمه ممكن ايه رايكم ده انشئ عملوا كده الرمضانيه مع بعضكم كلكم مع بعض. فشاف الكشف بدا يجمع اسامي عدد كتير عدد ناس كتير كلهم طبعا خد امضاءاتهم وقام مديها للمركز نفسه سواء نادي قالوه او نادي الرباط كده. طبعا بعد كده ان شاء الله انا كده حطيت برضه ان انا ايه على كده بس عشان القلوب اللي انا عملت دوره من هنا القلوب القاتل فقط بس انا كل سنه عن سنه ان شاء الله بحاول اطور من الفكره ان انا بقى يعني الاحمر ده مستقصد ايه قدر يجمع عدد السم دوت عن طريق معرفتهم بالمدارس زمايلهم اصحابهم لان الفرق هنا مش مجمعه كلها من مكان واحد، في ناس من القناطر، في ناس من بسوس، في ناس من المنوفيه يعني على مستوى القليوبيه كامله وبره القليوبيه في القاهره. هو طبعا مدرس في مدرسه السم والبوك فبحكم ان هو مدرس معرفته بالسم كبيره جدا. نفسي بين شغلي وبين الدوره لان انا كده كده بالنسبه للصوم قعدنا في بعد شغلنا بيبقى قاعد جدا بشوف باجي من شغل قاعد في البيت وكلهم في بلاد بعيده فبقابلهمش فبنتجمع بيبقى الدوره الرمضانيه بتجمعنا كلنا بنجمع كل السم والبكم فبنقابل كل زمايلنا واصحابنا والحمد لله بيجوا فرحانين بيشجعهم ان هو يقول لهم مثلا اللي هيكسب يبقى ليه فنانات ويديكم ميداليات وبيدوهم هدايا يعني استرزات وجوائز نقديه كمان فكلهم بدل ما يقعدوا بي 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 يعني بيشغلوا وقتهم انه ما يجي يتدربوا ويلعبوا معاهم.